السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي اكتب تكست واخد زاوية مايلة او افقي او رأس او كذا. واجي هنا في انسيرت واقول له انا عايز اعمل تكست بوكس. اقدر اختار التكست بوكس اللي انا عايزه، اكتب فيه كلام مثلا بالشكل دوت. بعد كده تقدر تيجي من هنا تغير الزاوية بتاعته زي ما انت عايز، ممكن تخليه بالزاوية دي 45 مثلا، خليه 90، تعكسه الناحية التانية بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا من فورمات وتقول له انا عايز اخليه بالشكل دوت بالشكل دوت، تختار الشكل اللي انت عايزه. تقدر تيجي هنا في الاوبشن وتتعلم على الشكل اللي انت عايزه.